عندي أولاد لم يبلغوا سن التكليف أو البلوغ، وأحثهم على الصلاة ولكنهم مقصرون في أدائها، ولقد قمت بضربهم مرارا ولكن لم يسمعوا مني، ماذا أفعل تجاههم؟ جاوبي على أمرهم وتأديبهم لعل الله أن يهديهم. نعم. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب عليك الاستمرار في أمرهم ونهيهم وتعليمهم، وهذا لا شك أنه واجب على الوالد، والأولاد أمانة في عنق والديهم.